العزاء. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أيها الأخوة المشاهدون في هذه الذكرى الثامنة لثورة 17 فبراير. 17 فبراير ليس يوما كبقية الأيام. فبراير فرحة أمل وطموح شعب. فبراير مشروع كرامة وصناعة مجد للليبيين وليس لعبادة فرد. فبراير ليست مجرد تاريخ للاحتفالات، لكنها حدث فارق بين زمنين لا زلنا نعيش ارتداداته. فبراير تسعى وتجاهد لتحقيق الخير لكل الليبيين. فبراير لكم أنتم يا من رفضتم الاستعباد والاستبداد، وهي لكم أيضا يا من أسأتم الظن بها. فبراير عدم الركوع للظلم ولا الركون للظالم. فبراير عدم السكوت عن الحق. فبراير التحرر من قيود العبودية ليقول الشعب كلمته. قد تحررنا وحررنا الوطن. هي فبراير تطل علينا من جديد لتسعد الذين تعلقوا بذكرها ويسطع نور الأمل في نفوس الليبيين. فبراير التي زرعت الأمل بعد سنين عجف وأشرقت بها شمس الحرية بعد طول الظلام لتنهي عصور الظلم والهوان وتحل بعدها الأخوة والوئام. لهذا خرجت فبراير وبذلك خطت مبادئها بخطوط عريضة، تلك الخطوط التي رسمت بدماء الشهداء الذين سقطوا ليعلم الذين بدلوا أنهم ليسوا منها وليعلم الذين ثبتوا أنهم لا زالوا على دربها. فبراير ليست ذكرى يحتفل بها الليبيون فحسب، بل فبراير طريق يحفظ به الوطن والمواطن. فبراير ميثاق عهد لحفظ دماء الليبيين وحفظ أموالهم وسيادتهم وحريتهم، وقد ضمنت لهم كل ذلك عندما قدمت لهم صناديق الاقتراع ليختاروا بحرية من يحكمهم. ولكن أطماع الظلم لا زالت تصارع فبراير، فهل يركن الليبيون للظالمين ويحرموا أنفسهم من عبق الحرية الذي تنفسوه بعد أن تخلصوا من الظلم الذي كان يجثم على صدورهم، أم أنهم يقفون مع مبادئ الثورة التي خرجت منهم أول مرة؟ مرحبا بكم أيها الأخوة المشاهدون في بداية هذه التغطية لهذا اليوم الذي يحتفل به جميع الأحرار في ليبيا، وكذلك يفرح كل قلب مؤمن يحب الخير لأمته. نستضيف في هذه الحلقة وفي باكورة هذه التغطية دكتورنا الحبيب الدكتور فتحي الفاضلي الأستاذ الجامعي والكاتب الأكاديمي. فباسمكم جميعا نرحب بالدكتور فتحي. أهلا وسهلا بك دكتور. مرحبا بك دكتور. الحقيقة هذا يوم احتفالات ويوم بهجة وفرح وكذا، ولكن نحتاج إلى كثير من المعاني التي نريد أن نبثها من خلال هذه التغطية. أترك لك المجال أو الفسحة للتعبير عن رأيك وعن ما تشعر به في مثل هذا اليوم في خلال دقائق قليلة. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا بسم الله الرحمن الرحيم، أشكر قناة التناصح على هذه الفرصة، وحييك شيخ عبد الله وحيي ضيوفك الكرام. استمعت إلى أسمائهم ما شاء الله مناضلين ثابتين على المبدأ وثورة 17 فبراير ثورة مبادئ تحتاج إلى من يثبت ويستمر ويحقق بإذن الله هذه المبادئ. وأيضا التحية للمشاهدين الكرام وخاصة أمهات الشهداء الأرامل اليتامى وللشهداء بصفة عامة الذين قضوا حياتهم بنية أن نعيش في أمل أن نكتسب إنسانيتنا. ما هي فبراير؟ فبراير رسالة من الله سبحانه وتعالى، رسالة للطغاة للظالمين للذين يعتقدون أنهم آلهة على هذه الأرض بعد 42 سنة من القمع والاستبداد والتنكيل والقوة وتكديس الأسلحة والأموال والمليارات وما إليه. أتى أمر الله ينتهي الظالم، إن لكل ظلم نهاية. هذه هي فبراير رسالة من الله سبحانه وتعالى، فبراير انتصار الإنسانية وانتصار الفطرة البشرية، لأننا ولدنا أحرار
ولدنا أحرار سبحان الله، وفجأة تلقى إنسان يقول لك ما تقولش ما تتكلمش ما تشتغلش ما تسفرش ما تربيش لحية ما تقعمزش ما تمشيش ما تدير شيء ما يجيك شيء. يا أخي ربي خلقني حر، طلعني ولا لا؟ هذه هي الفطرة، أن أكون أحرار. وإذا بيها تلقى المخليق هذوم يبي يستعبدك، وكأن استغفر الله العظيم هو الذي خلقك. رسالة فبراير رسالة عودة إلى الفطرة الإنسانية، عودة إلى الحرية، عودة إلى السبب الذي خلقنا الله سبحانه وتعالى. هي انتصار الإنسانية وعودة للفطرة البشرية. نعم. ورسالة من الله سبحانه وتعالى للجميع، للظالم وللعادل. وأيضا هي رسالة من الله ولا لا، وعودة وتقوي للإيمان. لا تيأس، لا تقنط، لا تحزن. بعد 42 سنة، أربع عقود يا رجل، أربع عقود، كاد الناس أن ييأسوا، كاد الناس أن ييأسوا. نعم. وبدأ قضية التوريث، يورث لابنه وابنه بيورث لابنه الآخر، خلاص الناس فقدت. جاء أمر الله فعلا، لا تقنط من رحمة الله، لا تيأس من رحمة الله. هي رسائل عظيمة. إذن هي عبرة ورسائل كثيرة ذات معاني ربما نحتاج إلى أجيال حتى نستشعر مثل هذه المعاني ونرسخها في الأجيال القادمة. انضم إلينا الآن الأستاذ مروان الدرقاش، المحلل السياسي والمتابع والمناضل الذي لا زال يناضل بكلمته في سبيل تحقيق هذه أهداف 17 فبراير. أهلا وسهلا بك أستاذ مروان. مرحبا بك أستاذ مروان. ورحمة الله. أهلا وسهلا بك شيخ عبد الله، وأهلا وسهلا بدكتورنا الفاضل فتحي الفاضلي، وتحية طيبة لكل مشاهدي قناة التناصح. لا يفوتني أن أتقدم بالتهنئة القلبية لك شيخ عبد الله وللدكتور فتحي ولكل العاملين في قناة التناصح ولكل أهلنا في ليبيا بهذه المناسبة العزيزة على قلوبنا، والتي هي الذكرى الثامنة للثورة المباركة، ثورة فبراير، ثورة التكبير، ثورة الحق، ثورة الإنصاف، التي أنصفت الليبيين وأنصفت المظلومين وسعت لأن تعطي لكل ليبي حقه في الحرية وحقه في التعبير وحقه في التفكير وحقه في العمل السياسي والاجتماعي دون أي يعني أي تفريق تفرقة بين من هو فبرايري أو ديسمبري أو سبتمبري أو غيره. الكل ليبيين اليوم يتمتعون بنفس الحقوق، بنفس الحرية، بنفس حرية التعبير. لا يحجر على أحد على أن يعبر على رأيه، سواء كان ممن يحب فبراير أو يكره فبراير. الكل لهم مطلق الحرية للتعبير، والكل لهم مطلق الحرية في التعبير، سواء كان بالفرح بهذه المناسبة أو بالحزن بهذه المناسبة. وهذا الأمر لم تعطيه ثورة من قبل، أو لم يعطيه نظام سياسي من قبل في ليبيا. فالحمد لله وشكر لله ونعمة لله والفضل لله سبحانه وتعالى أن جعل لنا نعيش هذه الأيام، الأيام المباركة، الأيام السعيدة التي نفخر بأننا كنا جزءا منها وأورثناها إن شاء الله، سنورثها لأبنائنا وأحفادنا. نعم شيخ عبد الله. نعم أستاذ مروان، 8 سنوات الآن تمر على ذكرى هذا الحدث الجلل العظيم الذي مر، الذي رسخ في تاريخ ليبيا، لكن يبقى أن هذا التاريخ يحتاج إلى رجال لكي يحققوا هذه الأهداف وليحققوا آمال الليبيين. ربما هناك من يسيء فهم هذه الاحتفالية وهذا اليوم، ولا يستطيع أن يستوعب ما معنى حرية الكلمة، وما معنى أن تعطيك فبراير جزء من أهدافها في مثل هذه الذكرى. حول حرية الكلمة وما تعنيه مثل هذه الحرية في مثل هذا اليوم. في الحقيقة شيخ عبد الله، فبراير لم تحقق جزء من أهدافها، إنما حققت كل أهدافها أو جل أهدافها. فبراير ليست انقلاب عسكري، وليست نظام سياسي يؤتى به ليقوم محل نظام سياسي آخر. فبراير هي ثورة قيم، قيم إنسانية نصت على أن الحرية هي حق لكل الإنسان. كل إنسان له الحق بأن يكون حر على أرضه، يختار ما يشاء، يؤيد ما يشاء، يعارض ما يشاء، يبث أفكاره، يسير وفق ما يؤمن به ووفق ما يعتقده، يقوم بالعمل وفق اعتقاده وفق تفكيره. هذا الأمر الآن الليبيون 8 سنوات
نشاهد هامش كبير جدا من الحرية، حرية التعبير، حرية التفكير، حرية الانضمام والتشكيل الجمعيات، سواء كانت جمعيات سياسية أو أهلية أو خيرية أو ما إلى ذلك. نعم. حتى أصبحت الجمعيات والمؤسسات في ليبيا يعني كثيرة جدا، و يعني لا يمكن حصرها. نعم أستاذ مروان، ربما هذا يحتاج إلى الآن يحتاج إلى ما أنجزته فبراير وما حققته، ربما يحتاج إلى التذكير به في مثل هذا اليوم. لكن دعني فقط أيضا أرحب بالأستاذ إسماعيل العايب، عضو المؤتمر الوطني، من الذين أيضا ثبتوا على مبادئهم وناضلوا ولم ييأسوا وكللوا جهودهم المباركة أخيرا بهذا التجمع الوطني الذي شاهدناه يوم أمس. نرحب بك أستاذ إسماعيل، أهلا وسهلا بك. السلام عليكم شيخ عبد الله، احييك واحيي ضيفك الكريمين الدكتور فتحي الفاضلي واخي مروان الدرقاش، واحيي قناه التناصح من خلالك ومن خلال هذا البرنامج. اتقدم بالتهنئه الى كل الشعب الليبي في داخل، كل الليبيين في داخل البلاد وخارجها. ادعو الله ان تكون ليبيا الغاليه بكل خير وسلام، وان يكون الشعب الليبي العزيز الحبيب بالف خير وتقدم وازدهار في هذه المناسبه التي حقيقه نستشعر فيها تضحيات الرجال، ونستشعر فيها تضحيات الناس الوطنيه الغيوره الذين ثاروا ضد الظلم ونظام استبدادي، لا ارادوا الا ان يكون هذه البلاد تكون في حريه وكرامه، وان يكون الانسان الليبي يعيش قيم من قيم الانسانيه التي حرم منها حقبه الحكم العسكري الاستبدادي الذي ما راينا منه الا تخلفا وقهرا وتجهيل لهذا الشعب. هذه الثوره جاءت يعني نتيجه تراكمات لسنوات عديده من الظلم والاستبداد، قدم خلالها الشعب الليبي اروع البطولات من اجل ان يستنشق عبير الحريه والثوره، هذه الثوره التي قام بها الرجال الذين اثبتوا للعالم باسره انهم ليسوا طلاب للسلطه وانما طلاب الى الحريه والكرامه، وان نعيش ونشعر بانسانيتنا كليبيين. وبعد الثوره مباشره سلموا السلطه الى صندوق الانتخاب، فنحن في هذه الذكرى نقول لكل من طامع في حكم ليبيا بقوة البندقية أو بالقوة أو بالتحالف مع الأجنبي، ها هو صندوق الانتخاب الذي أتت به فبراير وعليك به، فلن نرضى إلا بهذا الصندوق لنختار من يحكمنا، فلن تفرض علينا أجندات ولا يفرض علينا أي شخص ولا أي قوة ولا أي قبيلة ولا أي جهوية، نظام حكم استبدادي مثل ما عشنا 20 سنة. أتمنى أن تكون هذه الذكرى نبراس ودافع وتكون أمل نتطلع إلى مستقبل مشرق إن شاء الله. نعم أستاذ إسماعيل العايب، ربما الحقيقة في كلمة قصيرة نحتاج تستحق أن نستمع إليك أكثر من ذلك، ولكن في كلمة أخيرة وقصيرة، ربما الأمل في طموح تحقيق طموحات الشعب الليبي وتحقيق أهداف هذه الثورة رغم ما يحيط بها من مكر وكيد وعرقلة، ولكن لازلنا نرى أمثال ثوار فبراير من أمثالكم، وقد أنجزتم هذا الجهد المبارك في التجمع الوطني الليبي. ربما كلمة أخيرة أستاذ إسماعيل قبل أن نودعك في هذه التغطية. شيخ عبد الله، احب من خلال هذا البرنامج ان اقول ان فبراير اتت بقيم ومبادئ، نحن الان نخاطب كل الليبيين، نجتمع على مبادئ تمثل هذه المبادئ قيم انسانيه نعيش فيها احرار في بلادنا، نريد دستور يحكم العلاقه بين المواطن وبين المواطنين وذو الحريات والحقوق، نريد تداول سلمي على السلطه، لا نريد عسكريه الدوله، كل من يشترك معنا في هذه المبادئ سواء كان من الطرف الاخر او من طرف فبراير فمرحبا به، وكل من اجرم في حق الليبي واساء وقتل وشرد وانتهك الحرمات من كلا الطرفين فهذا امر يستبعد. نحن ندعو الى قيم والى مبادئ فلنتفق عليها، وليكون صندوق الاقتراح هو الفيصل بين كل المتنازعين ومتصارعين على السلطه. واتمنى ان تكون هذه الذكرى من خلالك كلمه اخيره، من خلالك لابد ان ارفع التحايا الى امهات واسر الشهداء، الى 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 الثوار الحقيقيين الذين لا زالوا يرابطون في ثغور هذه البلاد، والى كل شريف ولكل وطن غرير ولكل من ساهم وضحى
إلى كل الرجال المجهولين في كل بلاد ليبيا، إلى أخوتنا النازحين والمهجرين. نسأل الله أن يكون هذا العام عاما يعني تفرج فيه الكروبات ونصل فيه إلى اتفاق يرضي الليبيين بالكامل، ونحتكم فيه إلى مبادئ وقيم تجمعنا إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نشكرك شكرا جزيلا أستاذ إسماعيل العايب، عضو المؤتمر الوطني العام. وأعود إليك الدكتور فتحي الفاضلي، في مثل هذه الذكرى ربما بالفعل ذكرنا الإخوة الكرام وكما تفضلتم أيضا بأسر الشهداء وبمن ضحى من أجل ليبيا ومن أجل أن ترى الأجيال القادمة النور وتحقيق أهداف الكرامة الحقيقية وتعود الحقوق إلى أهلها ورفع الظلم وما إلى ذلك. ربما كلمة قصيرة في هذا المجال. والله يا أخي الكريم، بالنسبة للأمهات وبالنسبة نقول أنتم لم تفقدوا أبنائكم، وللزوجات الأرام لم تفقدوا أزواجكم، واليتامى أيضا هم أحياء عند ربهم يرزقون، ماتوا بنياتهم من أجل أنا وأنتم أن يعيشوا، وللأسف من أجل أن يعيش بعض النكبات في الخير الذي يسموا في ثورة 17 فبراير نكبة. أولا فيه رسالتين قصيرات. تفضل. الأولى، إن كنتم رجال، إن كنتم رجال صحيح وتعتقد أن ثورة 17 جماعة النكبة يعني نعم إن كنتم رجال صحيح وتعتقدوا أن ثورة 17 فبراير التي أوصلتكم إلى أن تكون عضو في البرلمان وعضو في مجلس الدولة وعضو في النظروين ولا كأنك راجل استقيل، لأن يفترض كأنك رجل وطني ولا لا، ألا يشرفك أنك توصلك ثورة نكبة لموقع استقيل، وإلا خذ كمشة صفصفة ولا تبن وسكر به فمك، واحدة اثنين أسكت وقعد ولا لا. لكن يا أخي الكريم أن تقول أن هذه نكبة في نفس الوقت قاعد في الموقع اللي وصلتك صناديق الانتخابات التي حموه الثوار، هذا معنى ذلك أنك أنت دودة ولا قرادة ولا لا ولا شيئا ما من عرف، يعني عجزت اللغة العربية عندي أن توصفك بأي شيء. صهن، أصمت، خذ تبن وحش بفمك. الرسالة الثانية لهؤلاء الناس تحية لأمهات الشهداء وأباء الشهداء الذين فقدوا أربع من عزة أبنائهم من فلذات أكبادهم، مرة أخرى لم يفقدوا لكنهم أحياء، الذين ضحوا أربعة وثلاثة، ونعرف سيدة تقريبا خمسة من أبنائها شهداء ولم تقل على فبراير النكبة، وأنت لم تقدم شيء، مجرد إنسان متسلق انتهازي قذر وصلت على أكفان الشهداء إلى ما أنت عليه وتقول عليها نكبة. هذه رسالة لها، تحية لأم الشهداء أربعة وثلاثة وأربعة، نعرف صديق أربع شباب مازال يحتفل ومازال يقول فبراير مشروع وفبراير رسالة من الله وفبراير ثورة قيم إلى يومنا هذا. هؤلاء نستمع إليهم، لو أم فقدت أربع شهداء أو حتى شهيد واحد وتقول فبراير نكبة لأني فقدت ابني، يستمع إليها، يستمع إليها. لكن هؤلاء الناس الذين يصنفوا كجراد ودود ومش عارف إيش، الصمت أفضلكم، يعني حشمتونا حتى أمام العالم. نعم. طيب، لعل انضمت إلينا الآن الأستاذة انتصار العقيلي، عضو المجلس الانتقالي سابقا، وعندما نذكر اسم انتصار العقيلي حقيقة نذكر بدايات الثورة ويوم 17 فبراير 2011 وساحة المحكمة، وكذلك حتى يوم 19/3. ربما مثل هذه الذكريات لانتصار العقيلي. بداية نرحب بك أستاذة انتصار. أهلا وسهلا بك أخي الكريم، أهلا وسهلا بك، وكل عام وأنتم بخير في الذكرى الثامنة لثورة 17 فبراير العظيم. نعم أستاذة انتصار، يعني مثل هذه الذكرى الحقيقة تعني لا شك للليبيين جميعا ولك خصوصا الكثير، لكن نريد ترك المجال لك للتعبير عن الرسائل التي تريدين أن توجهيها للشعب الليبي. نعم، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هي الثورة بالنسبة لي وبالنسبة لكل من خرج يوم 17 فبراير وهو مؤمن بها، تعني عودة ليبيا، تعني عودة ليبيا التي صلبت من أهلها بانقلاب 69، ليبيا التي تحولت إلى جماهيرية، جماهيرية قمع وجماهيرية رعب. فبكل تأكيد يعني أهم رسالة يهمني أن يعني أحاول أو خلال منبركم الموقر أن أوصلها إلى كل الأحرار، هو التمسك بمبادئ وأهداف الثورة. الثورة بكل تأكيد
ليست بالحدث العادي، هي قيمة عظيمة. الثورة تعني التغيير، هذا التغيير لن يحدث في يوم وليلة. صحيح حدثت الكثير من الإخفاقات والكثير من الإحباطات، ولكن هذا لا يعني أننا نتراجع عن ثورتنا، فالزمن لا يعود إلى وراء بكل تأكيد، والتاريخ والتجارب الإنسانية المتراكمة تؤكد أن الثورات لا تتراجع. فأوجه رسالتي إلى كل من آمن بهذه الثورة وبمبادئها وبأهدافها، وكل الطامحين إلى بناء دولة القانون، دولة العدل والحق، أن يتمسكوا بأهداف الثورة، أن يقفوا في وجه كل المحاولات التي تعمل على أن تنال من ثورتنا. أطالب بتشكيل مثلا مجموعات ضاغطة لتحقيق هذه الأهداف العظيمة التي خرجنا من أجلها يوم 17 فبراير. نعم دكتور. أستاذة انتصار، ربما الآن ذكريات الثورة دائما تعود بنا إلى تلك الساحة التي ارتفع فيها الصوت عاليا، وكانت ربما علامة فارقة في بدايات الثورة في أحلك أيامها. يعني ماذا تعني لك ساحة المحكمة في مدينة بنغازي، وربما مقارنة بما يحدث لبنغازي اليوم؟ اليوم أستذكر بنغازي وأستذكر ساحة الحرية وأنا كلي ألم للأسف، لأنني الآن أنا أخاطبك وأنا مهجرة من مدينة بنغازي. طالني الكثير من الظلم، تم يعني تم تهجيري من بنغازي وسلبي ممتلكاتي وانتهاك حرمة بيتي ونيل مني بشتى يعني الطرق والوسائل. اليوم أتذكر بنغازي في يوم 17 فبراير 2011، ليست هي بنغازي اليوم. بنغازي اليوم نالت منها يد الثورة المضادة، نالت منها عملية الكرامة النكبة الحقيقية التي لحقت بثورتنا. اليوم أستذكر بنغازي وأنا حزينة للأسف. اليوم يعني من المشاهد المؤلمة كانت بالنسبة لي أن أرى يعني بضع من الرجال أمام محكمة بنغازي في تلك الساحة التي كانت تعج بمئات الآلاف أو بعشرات الآلاف من الثوار ومن. فاليوم بنغازي بالنسبة لي ذكرى حزينة جدا، أستذكرها وأنا حزينة حقيقة. يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن تعود تلك الأيام لمدينة بنغازي، وكما كان هناك الأمل الذي بعثته مدينة بنغازي لكل ليبيا سيعود إليها بإذن الله عز وجل، ولن يتركها أحرار ليبيا ولا الذين يؤمنون بمبادئ فبراير على ما هي عليه الآن. نشكرك أستاذة انتصار العقيلي، عضو المجلس الانتقالي سابقا، نشكرك شكرا جزيلا على هذه المشاركة. وربما في هذه الباكورة ستكون معنا باكورة التغطيات لهذه الاحتفالية، سيكون معنا طيلة هذه التغطية كثير من الأحرار، كثير من الكتاب، كثير من المفكرين والمحللين الذين رافقونا طيلة تلك السنوات، يعبرون عن مبادئ فبراير وعن آمال الشعب الليبي. فكونوا معنا واستمروا في متابعتنا بعد فاصل قصير. فلا للطغاة ولا الظالمين، فلا للطغاة ولا الظالمين. بلادي أيا قلعة الثائرين، ويا زهرة العيش دنيا ودين. وأبناؤك الغر قد سارعوا على نهج أجدادك السالفين، على نهج أجدادك السالفين. بثورات شعب مناها النما، يغني بها الثائرون الحدى. برغم العدا سوف نبقى هنا، ونرخص من أجل ليبيا الدماء. بشعب سليل الكرام مضى، بأحفاد أجدادنا الثائرين. ستبقين عنوان فخر لنا، ومجدا ينير على العالمين. بلادي أيا قلعة
الثائرين ويا زهرة العيش دنيا ودين وأبناؤك الغر قد سارعوا على نهج أجدادك السالفين على نهج أجدادك السالفين شباب الحضارة يا جندها لها فارفعوا الصوت أحيوا النداء عشقناك يا ثورة الأوفياء تقولين للظلم لا ألف لا ستمضي برغم مرحبا بكم أيها الأخوة المشاهدون، نعود إليكم مجددا في لمواصلة هذه التغطية، وحتى ما نزعلوش إخواننا هذه التغطية بادية من الساعة 11 وقد استضاف كثير من النخب، ونستمر مع خلال هذه التغطية مع ضيفنا من مصراتة الأستاذ مروان الدرقاش. أعود إليك أستاذ مروان، ربما أستاذ مروان الحقيقة الحديث عن فبراير ومبادئ فبراير يعني ليس لا يقتصر على مثل هذه الاحتفالية وعلى مثل هذا اليوم، بل هو ربما حقائق نعيشها ونجاهد لتحقيقها بكل الوسائل المشروعة. الآن ذكرت أنت جملة منها، ربما الآن يقول لك نحن لم نسعد بفبراير من خلال كثرة الأزمات، وحتى البعض يقيس فيها بالعشرة فرادي خبزة زي ما يقولوا يعني، فتعليقك. نعم، أنا لم أسمع جزء من سؤالك يا شيخ عبد الله، ولكن أستطيع أن أتكهن بالضبط. سمعت عشرة فرادي خبزة أنت كذا يعني، في الحقيقة لم أعد أسمع جيدا. ربما نعم. هناك في مشكلة في الصوت لعل عبد الله. نعم تسمعني الآن؟ تسمعني أستاذ مروان؟ لا الآن أسمعك جيد. نعم طيب، ربما تعيد. طيب نحن الآن الحقيقة أن مسألة تحقيق الأهداف وأهداف فبراير، هناك ربما تحدثت أنت عن جزء من هذه الأهداف، ولكن المفارقة في قياس هذه الأهداف، هناك من يقيسها بحسب الأمور المادية وما حققه، وبحسب يعني تحسن يعني أمور المعيشة، والمثال المشهور الآن يقول لك إنه كان جنيه يجيب في 10 أفرادي خبزة، والآن يجيب لك 5 أفرادي. نعم، لعل هذا الإنجاز الذي يتحدثون عنه للنظام السابق هو الإنجاز الوحيد إذا كان ممكن أن نسميه إنجازا، ولذلك يتشبتون عن بسعر الخبز وينسون كل الحقوق الأخرى. الإنسان ليس بهيمة يعيش على الخبز فقط، الإنسان قيمة، الإنسان مخلوق آخر يعيش بالحرية، يعيش بالكرامة، يتنفس الحرية أيضا كما يتنفس الهواء، يقتات على حريته أيضا كما يقتات على المأكولات الأخرى. لا يمكن للإنسان أن يعيش مثل أكرمكم الله البهائم، يأكل فقط ويتمتع دون أن يكون له قيمة حقيقية، دون أن يكون له بصمة في تاريخ الإنسانية، دون أن يفكر، دون أن يتكلم، دون أن يعبر، دون أن يؤمن، دون أن يحب، دون أن كل هذه المشاعر الإنسانية التي يتميز بها الإنسان عن غيره من المخلوقات لا يمكن أن تقاس بسعر خبز أو بسعر مواد سلع غذائية. بالرغم أن القذافي لم يكن يعني سعر الخبز هذا من إنجازاته، فقبل حكم القذافي كان سعر الخبز أرخص من العشر فردات بدينار يعني، ربما ارتفع سعر الخبز أيضا في نظام القذافي إذا ما قارناه بسعره قبل نظام القذافي. ولكن دعنا نقول بأن بعد ثورة فبراير أن المعيشة قد غلت وارتفعت الأسعار بعض الشيء. في المقابل لا يتحدثون عن زيادة المرتبات مثلا، لا يتحدثون عن، إذا تحدثنا عن الصعيد المادي يعني لا تركنا القيم جانبا وتحدثنا عن الصعيد المادي، لا يتحدثون عن زيادة المرتبات، لا يتحدثون أن هناك محاسبة فعلية للمسؤول. الآن المسؤولين كانوا يسرقون أيام القذافي، وكنا نتحدث في ذلك في المجالس الخاصة
وفي المرابيع كيف ما يقولوا، لكن لا نستطيع أن نتحدث عن ذلك في وسائل الإعلام. لم نكن نستطيع نتحدث عن البذخ الذي كان يعيشه القذافي وأبناؤه ويصرفون به على ملذاتهم وعلى هواياتهم وعلى مغامراتهم الجنونية. شاهدنا أبناء القذافي يشترون الأندية الرياضية في أوروبا، شاهدنا أبناء القذافي يصاهرون أو يقيمون الحفلات للممثلين والممثلات الأجنبيات، وشاهدنا الكثير من مظاهر البذخ والفساد التي كانت في النظام السابق، لكن لم يكن ليبي واحد يتجرأ على أن يذكر ذلك أو ينتقد ذلك أو يعيب على هذا النظام في مثل هذه الأمور. الآن بالرغم أنه يوجد فساد، نعم يوجد هدر للمال العام صحيح، توجد سرقات، إلا أنه بإمكان أي مواطن ليبي، أقول أي مواطن ليبي، لا ليس بالضرورة أن يكون محامي أو قاضي أو رجل شرطة أو يعني رجل متنفذ حتى يتكلم أو رئيس ديوان محاسبة أو غيره، لأي مواطن ليبي أن يخرج في أي وسيلة إعلام، إن شاء الله يكتب عليه صفحته في الفيسبوك باسمه وليس باسم مستعار ولا خلف الأسماء الوهمية، يستطيع أن يتكلم عن أي مسؤول من أعلى مسؤول إلى أقل مسؤول. ربما هذا الأمر يفتقد في المناطق التي اختفت فيها فبراير في المنطقة الشرقية، لا يستطيع أحد أن يتحدث عن حفتر مثلا، ولكن في المنطقة الغربية مثلا تستطيع أن تتكلم وتنتقد من رئيس المجلس الرئاسي إلى رئيس مجلس الدولة إلى رئيس المؤتمر الوطني العام في السابق، كل الشخصيات، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، رئيس ديوان المحاسبة، محافظ مصرف ليبي المركزي، كل هؤلاء يعني يستطيع أي شخص أن ينتقدهم وينتقد أدائهم ويتحدث عن عمليات الفساد التي تجري. هذا الأمر وحده يعتبر من شك أن هذا فارق كبير أستاذ مروان، هي مشروع تأخير. ربما هذا فارق من ضمن فروقات كثيرة بين النظام السابق وما جاءت به فبراير، ويكفي مثل هذا الفارق وهي حرية الكلمة وقول كلمة الحق، ربما لكل من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. أعود إليك دكتور فتحي فاضلي، حقيقة أن قضية بالذات الإعلام وإعلام، لو قارنا بين إعلام النظام السابق وإعلام ثورة فبراير وحتى نماذج من إعلام النظام السابق وما يسمى بالثورة المضادة، هو يعني إعلام الفارق بين ثقافتين، بين ثقافة ثورة فبراير وبين ثقافة ثورة النظام السابق، أو نقول ثقافة الاستبداد. نعم، قبل ذلك أحب أن أعرج على موضوع العشر فردات جنيه، لكن بعدين ذكرني بسؤالك قد ربما نضيع. طيب يا أخي الكريم، ما يحدث الآن في هذه الفترة، نحن في مرحلة صراع، مرحلة صراع، يعني مش عارف العميل هذا خليفة، وبعدين المجلس الرئاسي بروحه، والثورة والثورات، نحن في مخاض. ما يحدث فيه مشروع بهذا المخاض، يفترض أنه في عهد السابق الدولة مستقرة، يفترض أمن وأمان والدولة مستقرة وما إليه، المقارنة غير واردة على الإطلاق، يفترض أن المقارنة. هذا من باب، من باب آخر كما ذكر ضيفك الكريم المناضل مروان، يعني في عهد الملك إدريس المرحوم والدي كان يبعثني بجنيه دينار نقضي وندير وشكرتين وثلاثة ومعدنوس وقصبر وخبز وسكر وشاي، ويفض لنا ويعطي منه ويعطي فيها في قرش، مش خمس قروش، كان خمس قروش فلوس كان. يعني إذا كانت تتبعنا منهجية هؤلاء الناس، إذا نقنعك أن نظام إدريس أفضل، هي نوع من المكر والخداع لبسطاء الناس. يعني ممكن تو يقول لك شو، يقول لك لا ما يرضاش، أنت مش هذه منهجية تفكيرك، الخبز 10 باها وفي عهد إدريس القرش يجيب 12 فردة 25 فردة قرش، مش جنيه، سيرفض هذه المنهجية. النقطة الأخيرة فيما يخص العشر فردات، أنا لا يؤلمني يعني ولا يلام رب الأسرة الكادح اللي عنده 5 6 أطفال ولا لا، و400 جنيه ما حصلنش إلا بالرجل يابس ومصبي في الطابور 60 ساعة ولا لا باش يحصل له 100 جنيه ويشكو من ثمن رغيف الخبز، ماشي مجتمع إليه. ما يؤلمك وما يمزط قبلك وما يعفص الرقبة ولا لا، ما يفصع الرقابي شنو هو، شاب طويل عريض
بطنه قدامه 10 متر وما تفرقش بين بطنه وظهره ماشي الحال، وفي مقهى ماشي الحال، ومكياطه ورا مكياطه، وبرشلونه والرصيد ديما معبى، النت ديما معبى ماشي، ويعزم على الشباب و15 بريوشه وسندوتشين ثلاثه في اليوم، وسياره ثمنها يغدي بالخير مع بعضها شهرين ثلاثه، ويقول لك بالله شبحت الثوره درت لنا 10 فردات بجنيه، تي هذا شو تدير له؟ هذا شنو؟ ماذا تفعل لشخصيه مثل هذه شخصية؟ مكياطه واحده تجيب لك 20 فرده. وهذا نعود به لموضوع الثقافه، اذا هي مساله ثقافه. لا حتى الثقافه، انت ضد ثوره 17 فرده ما عنديش مشكله، ائتي ببديل افضل حاضر، حاربها بمنطق بعقل نستمع اليك، لكن انت تصرف في الشهر 2000 جنيه و 3000 جنيه ثم تجيب لي 10 فردات بخمسه، اذا انت لا تستطيع ان تحارب حتى خصمك اللي هو يفترض ثوره 17 فبراير خصمك. نعم. حاربها بثقافه نستمع اليها. اما موضوع الاعلام، انا لا اسمي للطرف المضاد اعلام شيخ عبد الله. نعم. هذا شله من الكذابين والله العظيم، يعني لا لست لاني خصمهم. نعم. الان شنو الفرق بين قنوات الثوره ولا لا؟ ومنها التناصح بارك الله فيها والنبا، واسال الله سبحانه وتعالى يكون هناك خمس ست فضائيات وسبع ثمان راديوات، هذا تقصير كثير الحقيقه، لا نحصرهم فقط في النبا. نعم. لا نحصرهم في النبا والتناصح وكذا. لكن يا اخي الكريم ماذا يفعل هذه يعني التناصح مثلا؟ تاتي بالخبر الصحيح الحقيقي ولا تكذب وتوظفه، توظفه في صلاحها ما فيهاش مشكله. الاخرين اصلا لا ياتوا بالحقيقه، ياتوا بالدجل والكذب وما اليه، وهم ابناء الاعلام المصري يا رجل. أن نسمع الإعلام المصري والله نستغرب كيف الوقاحة وبرادة الدم وبرادة الوجه يستطيع إنسان أن يتكلم بما ينطق به، والشعب الليبي عارف بروحه يعني واعي جدا. إذا هناك فارق بين أنك أنت توظف الحقيقة، أن تكون حقيقة، أن يكون الحدث حقيقة توظفه في صالحك ما فيهاش مشكلة، لكن أنك أنت تخترق الحدث أو تكذب وتموه الناس وتفسره التفسير الحقيقي وتضعه في سياقه المعتاد وليس اختلاق الكذب والتحريض على يا أخي الكريم. زمان كان الواحد لما يعطس يستاذن من الأخ القائد، بس ممكن نعطس ولا لا ماشي الحال. الآن نتكلم كما ذكر أستاذ مروان، تنقد تشكر في مدينة طرابلس التي أثبتت الآن فرصة أقولها يعني أن طرابلس أثبتت أنها أم الوطن. أنا بنغازي قطعة من قلبي ودرنا. طيب لكن طرابلس نريد منك هذا التعليق حول الاحتفاليات طرابلس، لكن دعني فقط حتى لا أطيل عليه الأستاذ سليمان بن صالح الباحث في الشؤون الأمنية والعسكرية، لا زال هناك معنا أيضا من يمثل الجيش الليبي الحقيقي وثوار فبراير العسكريين، ومن يحمل الرتب العسكرية، من يحملون هذه الأهداف ويسعون لتحقيق مبادئ فبراير وتحقيق آمال الشعب الليبي. نرحب بالأستاذ سليمان بن صالح الباحث في الشؤون الأمنية والعسكرية. السلام عليكم، أهلا وسهلا بك أستاذ سليمان. اهلا وسهلا بك اخي عبد الله، تحيه ليك وتحيه لضيفك الكريم الدكتور الفتح الفاضلي ولكل مشاهدي قناتكم الموقره. مرحبا بك استاذ سليمان في مثل هذه الذكرى الثامنه لثوره فبراير، وربما شاهدك الشعب الليبي كما شاهد كثير من الاحرار على الفضائيات، وانتم تحرصون على تحقيق آمال وطموح الشعب الليبي في إيجاد منظومة أمنية حقيقية تحافظ على الأمن وأمن المواطن وتحقق وتلبي رغباته، وليس أمن فرد ربما توجه له معاني الشكر والامتنان والتكبير والتمجيد، فكما رأيناه من قبل ونراه من في الثورة المضادة. لك المجال في التعبير عن ثورة فبراير وما هو المنشود منها. بارك الله فيك أخي عبد الله. في البداية أسمح لي أن أتقدم بأجمل تهنئة قلبية إلى كل أبناء وطني ليبيا بمناسبة ذكرى ثورة التكفير، ثورة 17 فبراير. أما عن هذا اليوم فهو يوم عظيم، يوم له ما بعده، يوم قرر فيه الشعب الليبي وضع حد لحقبة كانت أو لحكم دكتاتوري ظالم، فكان هذا التاريخ موعدا لانتفاضته العارمة وخروجه بقبضه وقضيضه، مطالبا بإنهاء عهد الظلم والجور. هذه الثورة المباركة التي عمدها الشهداء بأرواحهم والجرحى في دمائهم
كانت انطلاقة نحو عهد جديد للحرية والديمقراطية والأمن والاستقرار. وكانت هذه الثورة المباركة قاب قوسين أو أدنى من تحقيق ذلك دولة الثورة المضادة التي قادها أعداء الوطن وأعداء الحرية والديمقراطية يعترضوا طريق الثورة ويمنعوها من تحقيق أهدافها. لكن بعون الله وبهمة وعزيمة المخلصين الثورة باقية ومتجددة وستحقق بإذن الله أهدافها مهما كانت التحديات كثيرة وصعبة. نشكرك استاذ سليمان بن صالح ونجدد لك ايضا التحيه والتهنئه في مثل هذا اليوم، ونامل منكم ومن امثالكم المزيد من العطاء والمزيد من الجهود لتحقيق مثل هذه الاهداف. نشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله. اعود اليك استاذ مروان الدرقاش. استاذ مروان، ربما نريد فقط في هذه اللحظات وهذه الدقائق بعث الامل لمن يتابعنا الآن في أن أهداف فبراير ربما تكون في المستقبل القريب أكثر رسوخا وأكثر تحقيقا، وربما لا يأتي الذكرى التاسعة إلا وقد نال الشعب الليبي ربما كثير من هذه الأهداف. نعم بالتأكيد شيخ عبد الله، أنا في نظري وفي اعتباري أن ثورة فبراير حققت الكثير من أهدافها. أعتقد بأن كل أهداف فبراير قد تحققت، وأن مشهد التغيير الذي نراه الآن ويعتقد البعض أنه يسير ببطء هو يسير في مساره الطبيعي. التغيير في العادة لا يأتي سريعا، وإنما يحتاج إلى مدة ويحتاج إلى يعني وقت طويل، لأنه يعتمد على وعي الشعوب. ثورة فبراير قامت بالتغيير الرئيسي، جاءت بقيم إنسانية نبيلة من الحرية وحقوق الإنسان والمشاركة السياسية. الآن الدور على الشعب الليبي أن يكون واعيا بهذه القيم، وأن يعرف بأن هذه أهداف ثورة فبراير هي حقوق مشروعة له يجب أن يطالب بها، ويجب أن يستميت في الدفاع عنها كما تفعل الشعوب الحرة في العالم، ولا يمنح هذه الحقوق بصك على بياض لعسكري مغامر يأتي ليضحك على الشعوب ويقول أن سوف يجلب لهم الأمن والأمان وسوف يضع 10 فردات بدينار كما يقولون وغير ذلك ليضحك على العقول ويركب على الأكتاف ويبقى بعد ذلك يتداول على السلطة مع نفسه كما يفعل الآن السيسي في مصر، يقوم بتعديل الدستور كما يفعل بوتفليقة في الجزائر. هذا الضحك على الدقون نتيجة عدم وعي الشعوب بحقوقها السياسية وحقوقها التاريخية وعدم تقبلها للتغيير الذي تأتي به مثل أمثال هذه الثورات. يعني الثورة المصرية مثلا قدمت للشعب المصري حريته وأعطته من الحقوق ما لم تعطيه أي نظام سياسي، ولكنه للأسف نتيجة قلة الوعي قام بتقديم هذه الحقوق التي منحتها له ثورة 25 يناير إلى دكتاتوري عسكري وسلم له قيادة أمره ليتسلط عليه ويتسلط على دكتاتوريته. هذا لغياب للأسف لغياب الوعي، وعي الشعوب. في المقابل نشاهد وعي الشعب التركي كيف رفض الانقلاب العسكري وأصر على نظامه الديمقراطي ونظامه الحر، فنشاهد الآن الفرق ما بين البلدين والفرق ما بين الحكمين والفرق بين الشعبين. إذن ثورة فبراير هي مشروع تغيير، هذا التغيير يحتاج إلى وقت ويحتاج إلى وعي الشعوب حتى تستطيع أن تدافع عن هذا التغيير، لأن هذا التغيير مستهدف من قوة أجنبية ومستهدف من قوة محلية وإقليمية. وإذا لم يستميت الشعب الليبي على مشروع التغيير للدفاع عن مشروع التغيير سوف يفقده وسوف يعاد إلى قفص العبودية من جديد. لذلك على الشعب الليبي أن يفهم ذلك جيدا وأن يعي ذلك جيدا، وما سنوات الضنك والفقر والتضييق التي مرت على الشعب الليبي إلا محاولة لإعادة الشعب الذي خرج من القفص في 17 فبراير 2011 إعادته إلى قفص العبودية من جديد، وعبر وضع
يعني مغريات مادية في هذا القفص ليعود الشعب من جديد. سوف يضيق عليك خارج القفص. إذا عدت إلى القفص سوف نقوم بإرخاص المعيشة ونقوم بإعطائك الأموال. فهذه هي الطريقة التي تستخدم لإعادة الشعوب إلى العبودية من جديد. يجب أن يكون الليبيين كما قلت وعين إلى ذلك. ربما هذه رسالة يستمروا في ثورتهم وفي الدفاع عن قيمها. ربما هذه رسالة ومسؤولية الإعلام الحر أن يحافظ على هذا الوعي وأن يرفع من قيمته وأن يثبت على مبادئه. دكتور فتحي الفاضلي، الحقيقة والنقطة مهمة، ولكن نحتاج إلى قضية استمرار وعي الشعوب بمثل ما يحاك لهم، لكن يبقى نريد التعليق أيضا حتى لا يداهمنا الوقت. الآن الاحتفالية ربما في الساحات والميادين نراها من كثير من الناس من الشعب، ونرى مشاهد أحيانا تظهر على الشاشة أيضا في وقت مبكر، تخرج الجموع بشكل كبير جدا في هناك بعض المظاهر ربما لا نرضى عنها ولا تعبر عن مبادئ الثورة، لكن يبقى في الجملة هو تعبير عن الفرحة وعن البهجة بمثل هذا الإنجاز. نريد منك تعليق حول بالتأكيد بالتأكيد أخي الكريم، من لا يحتفل بثورة 17 فبراير؟ نعم. ولا لا يعني هذا لا تلقي لهم بال، يعني لأن نعم. نحن في حاجة إلى الثورات. نعم. نحن في حاجة إلى الثورة. نعم. عندما يعم القمع والاستبداد والظلم تصبح الثورة ضرورة، تصبح نعم. لازم، الله غالب، شيء فطري، سنن الله سبحانه نعم. وتعالى. نعم. الاحتفال بها حتى من أجل عيون الأرامل والأمهات واليتامى، يعني نعم. واحد يقول لك أنا مش محتفل لأن الخبزة بالفرادي بهني، هذا لا تلقي إليه بال. أستاذي الكريم، أريد أن أعرج على قضية الاحتفالات. لم نرى صورة أحد، لم نرى صورة زعيم ولا صورة بطل ولا صورة واحد لابس نظرة سود وقال ركي والحمد لله يا ربي يا كريم. لأن كأحد الإخوة معلق، بعض الأخوة والأخوات معلقين في الفيس، لما يتكلموا على النظام السابق يرفعوا صورة معمر، لما يتكلموا جماعة العصابات الإمارات والسعودية هذه بتاع الكرامة ولا لا يرفعوا في صورة اسمها هذا خليفة ولا لا، لما يجوا يحتفلوا ما في صورة حد. هذه ثورة نبعت من الشعب، من دماء الشعب. قضية سريعة جدا أستاذ الكريم، قارن بين هذا المنظر الشباب والأطفال والغناء وكذا وبين منظر المتخلفين الشياب يا رجل، وشنبات وطواقي وصفقوا ويغنوا الراجل كيفهم كيفه ولا لا. تزوج حفتر، حب خليفة، حب السيسي، ضبط معمر، كاسترو، ما عندناش مشكلة. لكن الوطن بروحه يا أخي الكريم ظلنا كلنا، مش لك أنت علي كيف حب. لن أستطيع أن أرغمك أنك تكره فلان ولا تحب فلان، لكنني أرغمك لأن الوطن وطننا كلنا نشارك فيه. الثورة تعقيب سريع أو إضافة إلى أخي المناضل مروان، وأيضا أفتخر بعد خطر أن تكون معي الأستاذة انتصار العقيلي ومرة الأستاذة حنان شلوف، هؤلاء مثلا يعني ثبات عن مبدأ والنضال والمرأة الليبية التي تفكر في الأجيال القادمة وغيرهم كثير جدا نحب أن نراهم. عودة إلى تحقيق المراحل، ألا الثورات مراحل، المرحلة الأولى تحققت، المرحلة الثانية تحققت اللي هي إيقاف النظام العسكري، المرحلة الثالثة بناء الدولة المدنية والصراع قائم. يعني ما فيش يقول لك لم تحقق أهدافها، كيف لم تحقق؟ مراحل. نعم. جميع الثورات في التاريخ مراحل، المرحلة الأولى تحققت، الثانية تحققت، ما زلنا معطلين قيام النظام العسكري إلى يومنا هذا، والمرحلة الثالثة بإذن الله سبحانه وتعالى قائمة إلى الأبد. نعم. أستاذي الكريم، الذين يقولون الثورة انتهت، أستحلفكم بالله ما خذناش في سادس ابتدائي وأولى إعدادي وثالث إعدادي والثانوي الثورة الفرنسية، هل صمت التاريخ عن الحديث عن الثورة الفرنسية؟ هل تعلموا أن فرنسا الآن نتاج لتلك الثورة؟ هذه الديمقراطية وهذه الحرية وهذا البناء وهذا التقدم ولا لا؟ أليس هو نتاج لتلك الثورة؟ والثورة الفرنسية قائمة، الثورة الإيرانية ما تتفق مع فرنسا، تتفق مع إيران على كيفك، لكن ما يحدث في إيران الآن من بناء ومن دولة نتاج لتلك الثورة. كيف تقول انتهت؟ يعني هذا من الغباء الغريب جدا جدا. لا تنتهي الثورات، حدث معلم تاريخي ضخ، مسمار اندق في تاريخ ليبيا، انتهى موضوعه. ربما هذا أيضا جزء من الثقافة السابقة للنظر للأمور بسطحية هذا ليس حدث. يقول لك بعد الحدث قبل الأحداث. هذا خلاص دق. يا أخي الكريم، أذكر دائما وكررت في أكثر من لقاء،
الدولة السنوسية، جهاد أجدادنا ضد الإيطاليين، عمر المختار والدعمنا، هذه معالم في التاريخ الليبي، إسقاطنا للدولة العبيدية. الآن ثورة 17 فبراير، الناس تفتخر بهذا التاريخ ونحن نقول والله انتهت يا حاج. طيب استاذ مروان، ربما الآن في من خلال هذه الاحتفالية ومن خلال ما ذكر الدكتور فتحي قضية رفع الصور والتمجيد والتعظيم والتبجيل، ربما بدون أي توجيه لعامة الناس، يعني ليس هناك أي نوع من التشخيص لهذا الاحتفال وهذا هذه البهجة حول اختزالها في شخص واحد، يعني ماذا تعبر حول ذلك؟ نعم بالتأكيد، ربما مرت على ليبيا الآن ثلاث أحداث يصفها مؤيدوها بأنها ثورة، يعني في 69 مؤيدو انقلاب القذافي يسمونه ثورة، في 17 فبراير 2011 هناك ثورة فبراير والتي يصفها الجميع بأنها ثورة، هناك أيضا في سنة 2014 مؤيدو الكرامة يصفون الكرامة أيضا بأنها ثورة، ولكن لكل حدث من الأحداث ميزته وخصوصيته. انقلاب سبتمبر، لأنه انقلاب قام به عسكري ومجموعة من العسكريين، كان كل حفلات الاحتفال بذكرى سبتمبر كانت ترفع فيها صورة القذافي، وهذا الأمر لم يغب في أي ذكرى من احتفالات الأربعين أو 42 التي مرت على هذا الانقلاب. أيضا لو شاهدنا انقلاب الكرامة والذي سمى ثورة الكرامة، صورة حفتر ترفع بالمقاس الكبير وتعلق على المباني في مغازي، أيضا هناك الآن مشروع لإقامة نصب تذكاري لحفتر أو تمثال لحفتر في مدينة بنغازي، في وسط مدينة بنغازي. إذا حتى لو كانت سبتمبر ثورة فهي ثورة القذافي، وحتى لو كانت الكرامة ثورة فهي ثورة حفتر، أما فبراير هي ثورة الليبيين، ثورة الشعب الليبي. لا نشاهد أي صورة لأي زعيم يرفع لهذه، ولم يكن لهذه الثورة زعيم في الحقيقة. من هو زعيم ثورة فبراير؟ من الذي فجر ثورة فبراير كما يقولون أن القذافي فجر ثورة سبتمبر أو أن حفتر فجر ثورة الكرامة؟ لا يوجد لثورة فبراير مفجر، لا يوجد لثورة فبراير رمز، لا يوجد لثورة فبراير قائد، لا يوجد لثورة فبراير شخص ترفع له صورة. هذه الثورة هي ثورة الشعب، وهي الوحيدة التي يمكن أن يطلق عليها ثورة الشعب. والآن نشاهد الشعب الليبي يحتفل في الساحات في طرابلس وفي مصراتة وفي الزاوية وفي غريان وفي كل مكان، حتى في بنغازي الآن من ضاق درعا بالكرامة الآن قرر أن يخرج اليوم في بنغازي في ساحة الحرية بغير رضا من الكرامة ومن قيادتها المتمثلة في الرجمة. إذن هي ثورة شعب يخرج لها الشعب، من يقف على المنصات في هذه الاحتفالات هو الشعب، ومن يرفع الأعلام هو الشعب. لا نجد صور، لا توجد صور. هل يمكن أن نرفع صور 6 مليون ليبي؟ لا يمكن ذلك. هذا الأمر غير مستساغ وغير ممكن. لا، هذا الأمر يدل على أن فعلا ثورة فبراير هي الوحيدة، هي ثورة وهي ثورة الشعب الليبي فقط، وليست ثورة القذافي ولا ثورة حفتر. ربما هذا دليل كبير. ومن أراد والآن الصورة يا أستاذ مروان، الصورة التي نشاهدها الآن عبر البث المباشر من ميدان الشهداء أكبر دليل وحقيقة واضحة ماثلة للعيان أن الناس تحتفل وتبتهج بعلم الاستقلال وبدون أي صور، بدون تمجيد وبدون تشخيص لهذا الحدث، فهي بالفعل ثورة شعب، يخرج الشعب ليحتفل بهذه الثورة ليبعث الأمل للأجيال القادمة، وليس فقط يكون أسير لهذه اللحظة. ربما أخيرا دكتور فتحي الفاضلي، كلمة أخيرة في هذا الجزء من التغطية. نعم أستاذ الكريم، كما ذكرت لك سابقا درنا ولدت فيها، يعني قطعة من قلبي، وبنغازي تربيت فيها وشبابي هناك، وكم أكملت حياتي في طرابلس. طرابلس أثبتت أنها أم الوطن. أم الوطن. في واحد يقول لك أمتي خشت طرابلس، حفتر جاي، حفتر جاي علاش يا ولد عمي؟ هذيك روايتنا الدهور في المدينة القديمة، الناس برويت فلوس شكاير، اقسم بالله شيء رهيب جدا، ودولارات ويورو وحياه، والمدارس قاعده والجامعات تشتغل والسيارات والعالم والمقاهي مفتوحه والمطاعم والمتاجر، يخش عليه ولد عمي يخش باش يدمرها هو والله غيره. نعم يعني الامارات والسعوديه مش حتريح لين تلبز لنا الموضوع هنا. انا سمعت بدات يقول لك المثل الليبي ما تقول طق الا هي حرب، يعني ان هناك غازات سامه استخدمت في درنا، يعني نحيي شهداء درنا، يعني معنى ذلك شنو هي؟ ان هناك مصايب سود بيخشن كما خشوا في سوريا. ولذلك على الشعب ان يستيقظ، ان يستيقظ
كون عدو لثورة 17 فبراير، كون خصم لثورة، ما تبيهاش اتس اوكي، ولكن أأتنا بالبديل أفضل منها، مش تجيب كما تقول هارب من الغولة طايح في سلال القلوب. تجمع هذا في ميدان الشهداء والتجمعات اللي في الزاوية والغريان والاحتفالات كل سنة ردا على ما يقول طرابلس كلها تبي حفتر، لا يا سيدي الكريم، من ما نحن نريد قيم ومبادئ ودولة مدنية، من مش أشخاص. إن شاء الله حفتر هذا استغفر الله العظيم يا ربي، استغفر الله لو كان حفتر صحابي وهذه أفعاله لا نريد، نحن لا نحارب أشخاص، نحارب مشاريع، مشاريع تعود بنا إلى العصر الحجري. ونحن مرة أخرى للمرة الألف نخاصم ونكافح ونناضل ونقاتل من أجل الأجيال القادمة، مش نحن قديش عمري قديش ما زلنا بنعيش نكافح. ولعل في هذه نهاية هذا الجزء من التغطية نحيي قوة حماية درنا وشهداء ثوار درنا الذين ارتفعوا وثبتوا وبالفعل كانوا على مبادئهم وثباتهم، فهذه الاحتفالية تعبر عن هؤلاء الشهداء وتعبر عن شهداء فبراير الذين كانوا قدموا كل غال ورخيص في سبيل تحقيق طموحات الشعب الليبي، ولا زال هذا الشعب الحي يقدم المزيد والمزيد، ولن ينكسر بإذن الله ولن تنكسر إرادته، وستكون هذه المشاهد التي هي ربما تعبير عفوي عن الشعب الليبي الذي يعبر عن فرحته بمثل هذا اليوم، جزء من هذه جزء من هذا التعبير نهديه لهؤلاء الشهداء الذين كانوا في عند مبادئهم وعند ثباتهم وبالفعل أخلصوا دينهم لله عز وجل كما نحسبهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبلهم في الشهداء. وربما لا يسعني في آخر هذه الحلقة من هذه التغطية المستمرة حول احتفالات فبراير إلا أن أقدم جزيل الشكر لضيوفي الكرام الدكتور فتحي الفاضلي هنا معي في الاستوديو والأستاذ مروان الدرقاش معنا في استوديوهاتنا بمصراتة، وكذلك ضيوفي الذين كانوا معي في هذه الحلقة الأستاذ انتصار العقيلي والأستاذ سليمان بن صالح والأستاذ إسماعيل العايب، نشكرهم شكرا جزيلا. وأرجو منكم أيها الأخوة المشاهدون أن تتابعوا هذه التغطية، وسيكون معكم زميلي الأستاذ مصطفى محمد سيكون معكم لمتابعة هذه التغطية بعد مشاهدة لميدان الشهداء عبر البث المباشر. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلهي يا طلعة الثائرين ويا زهرة العيش دنيا ودين.